السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع اليوم عن حي المزة في مدينة دمشق. المزة هي أحد ضواحي مدينة دمشق الحديثة، تقع في الجهة الغربية الجنوبية للمدينة على سفح جبل المزة. سكن بها الصحابي دحي الكلبي والصحابي أسامة بن زيد، وهي مدينة الحافظ المزي تلميذ ابن تيمية ومؤلف تهذيب الكمال. ذكرها ابن بطوطة على أنها قرية صغيرة خارج أسوار مدينة دمشق. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. ازدادت أهميتها في الوقت الحالي
عندما بنى الفرنسيون فيها مطار المزة العسكري الذي استخدم كمطار مدني لفترة، ثم ترك بعد بناء مطار دمشق الدولي جنوب مدينة دمشق. وفي الوقت الحالي تم بناء القصر الجمهوري على جبل المزة. شارع فايز منصور أو أوتوستراد المزة كما يسميه أهل دمشق، يحتوي على عديد من المعالم الهامة منها مدينة الجلاء الرياضية، وفي آخر الشارع مؤسسة الاتصالات ومركز التدريب للأونروا وحديقة تكنولوجيا المعلومات والقصر العدلي الجديد ومؤسسة البعث للصحافة. وفي هذا الشارع مشفى الرازي وعدد من البنوك وعدد من المطاعم.
تعتبر المزة الآن من أحدث أحياء دمشق وأكثرها رقياً وتطوراً، وتحوي العديد من المباني الحديثة والأبراج السكنية العالية والشوارع الفسيحة والجسور والأنفاق والعديد من المراكز التجارية والمولات الحديثة والمدن الرياضية كمدينة الجلاء ومدينة الشباب وعدد من كليات جامعة دمشق، أهمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الطب البشري وكلية طب الأسنان، بالإضافة لعدد من المعاهد والمراكز الثقافية وجامعات ومعاهد خاصة أخرى، كما أن بها العديد من السفارات ومساكن الدبلوماسيين. وتعد المزة مدخل مدينة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية. Embrace a wondrous sea.
إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.